بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، نعاودكم اللقاء مجددا ولقاء جديد من برنامجكم مع النجم. سيظل العمل الخدمي أحد الأزرع التي تدفع التنمية المستدامة قدما، فمن هنا من قرية الصياد مركز نجا حمادي شمال محافظة قنا، حيث نلتقي بالأستاذ أنور عبد اللطيف الطيب أحد الكوادر التي تميزت بالعمل الخدمي. أهلا بك يا أنور بيه. أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والجمال التي تتشرف قرية الصياد بها في هذا اليوم، ويسعدنا أن يكون هناك اهتمام كبير من أجهزة الإعلام للعمل الخدمي، لأنه يقوم على تلبية مصالح الجماهير ومتطلباتها سواء اليومية أو غير اليومية، وهي نافذة تصل إلى السادة المسؤولين حتى يتعرفوا على مشاكل الجماهير ويحاولوا علاجها في أي وقت وما تسمح الظروف إن شاء الله. أولا في بداية الحوار عاوزين نعرف السادة المشاهدين، من هو أنور عبد اللطيف الطيب؟ أنور عبد اللطيف الطيب أحد أبناء قرية الصياد مركز نجا حمادي محافظة قنا. أعمل في المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج بدولة الكويت، وهو هيئة إقليمية دبلوماسية معتمدة لدى دولة الكويت. هذا المركز يعتبر أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج، ويضم عدة مؤسسات أخرى تبعه. هناك في جامعة البحرين، ثم مكتب الخاص باللغة العربية، المركز الخاص باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم مركز التدريب في دولة قطر. هذه المؤسسات كلها تخضع لمكتب التربية العربية لدول الخليج في المملكة العربية السعودية. المركز عمله تطوير العمل التربوي في دول الخليج الست، إضافة إلى دولة اليمن. كل هذا يعمل في هذه المنظومة التي تعتبر فريدة في نوعها في داخل البلاد العربية. وتطوير التعليم في دول الخليج يشمل عدة مناحي، سواء من الناحية المباني المدرسية أو هيئات التدريس أو التقويم والتوجيه أو أصحاب اتخاذ القرار الذي يلزم لهذه الوزارات. يرأس المكتب وزراء التربية والتعليم في الدول السبع. يقوم مركزنا المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج بعمل دراسات متعددة، منها تطوير وتوحيد مجال اللغة العربية، فعمل على وضع قدر مشترك للغة العربية تضمن عديد من الأدباء والشعراء في داخل هذه الأقطار، ثم قدر مشترك في الاجتماعيات، كذلك عالج عدة موضوعات في هذا المجال، وتم توحيد الرياضيات والعلوم على مستوى الدول الست اعتبارا من الصف الأول ابتدائي حتى الصف الثاني عشر. كل هذا في مجال الرياضيات والعلوم. أما في المجالات الأخرى فكانت متعددة، منها كتاب ريادي في التربية الإسلامية، ومنها بعض البحوث والدراسات عن المشاكل التعليمية التي تطرأ على المواد الدراسية أو المناهج، وكذلك تأليف الكتب الدراسية. هذا جزء من كل، فالحديث واسع ومتصل في هذا المجال، ولا نستطيع أن نحدده في سويعات أو جزء من هذه الحلقة، وإنما يحتاج إلى حلقات متعددة. أنور بيه،
كيف ترى مصر الحديثة الراعية للعمل الخدمي في ظل توجيهات السيد الرئيس بالتنمية المستدامة؟ حينما قامت الثورة وكعادة أي بلد تقوم فيها ثورة، تظل فترة الركود والخمول بعدة سنوات نتيجة طبيعية لما تعتمل به الثورة في أثناء قيامها، إلا أن السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان له الدور الأكبر في أن يحجم كل الآثار السلبية التي تنتج عن قيام الثورات ويحولها إلى قمة إيجابية تحوز إعجاب العالم كله. نعم. هذا ليس بجديد، وإنما هو واقع حال يراه القاصي والداني، ويكفي أن الشرق والغرب قد أجمع على أن السيسي قام بمعجزة بكل المقاييس التي يراها العالم. هذا إعجاز وليس إنجاز، فالإعجاز شيء خارق للعادة لا يمكن أن يتم إلا بمعرفة عالية ودقة متناهية علمية. يكفي أننا في عهد السيسي يشعر بالأمان والأمن جميع أهل مصر. أهل مصر مدينون جميعا دون استثناء لهذا الرجل. يكفيه الأمن، لكن إذا كنا نتحدث عن الإنجازات فهي كثيرة ومتعددة. لو نظرنا إلى الناحية الاقتصادية، كان جملة ما يوجد في البنك المركزي 14 مليار ونص دولار، النهاردة 45 مليار أو يفوق عن ذلك في داخل خزانة البنك المركزي المصري. ده هذا جانب من الناحية المالية. أما من ناحية المشروعات فعدد ولا حرج، 11 ألف مشروع تنموي وقومي واقتصادي تم إنجازها خلال المرحلة الماضية من 2014 حتى 2018. هذه المشروعات متعددة ومتنوعة، شملت جميع مناحي الحياة التي يستمتع بها شعب مصر العزيز. مصر غالية في القلب وعزيزة على العقل وعزيزة إلى النظر إليها. كفى أنها بلد أمن وأمان في الكتب السماوية، فظلت السماء تحرسها وعناية الله وقيادة السيسي في الأرض تعمل على أن يكون كتاب السماء صادقا فيما يقول. كتاب السماء أصدق من كل قول، ولكن تحتاج إلى رجال أشداء حتى يحموا مصر. فظلت مصر في جميع المشروعات وفي جميع الأحوال تقيم هنا وهناك في الشمال وفي الجنوب. مثلا مشروع قناة السويس، مشروع قناة السويس برضو اللي هو المرحلة الثانية منه كان شبه معجزة. في مدة وجيزة كانت حفرت القناة، وهذه القناة يكفي أنها ضاعفت إيراد قناة السويس في هذه المدة. إيراد قناة السويس أصبح النهاردة مضاعفا بخلاف ما كانت عليه القناة الأولى. أما مشروعات الأخرى اللي هي مشروع 4 مليون فدان، تم إنجاز 1 مليون فدان. مشروعات أخرى 40 ألف فدان مزارع سمكية موجودة في أنشئت في هذه الفترة. الكباري، يكفي نحن عشان خاطر نذكر الكباري، في كوبري موجود في جوص معدي على نجادة، ده عدة كيلومترات، ده في الصعيد، احنا مش هتكلم على الكل وإنما في الصعيد.
الكوبري من مطار سوهاج إلى جرجة إلى الشرق الشرق. كوبري في طمة. هذه الكباري كيلومترات وليست أمتار عديدة، وإنما هي كيلومترات سعت الدولة على أن تربط القرى ببعضها. ويكفي في الوجه البحري أن أذكر على سبيل المثال الكوبري المعلق الذي دخل منظومة جينيس للأرقام القياسية، هو يعتبر طفرة غير عادية في إنشاء الكباري المتطورة في مصر. وفي مجال الكهرباء، أكبر محطة كهرباء في العالم في بني سويف، هذه نقلة غير عادية. والطاقة الشمسية في جنوب أسوان، لم يكتفي بالكهرباء والطاقة الشمسية، طاقة الرياح بالفيوم، هذه أشياء غريبة وعجيبة تمر على الشعب المصري وعلى أهلنا في مصر. وسوف يشاهد المصري مصرا متغيرة إلى الأمام وإلى التقدم في مصاف الدول المتقدمة. فمثلا هناك اكتشاف للبترول، كان يجب على الدولة أن تعمل على حماية الوطن لأن الأعداء كثر، ولا يستطيع الوطن أن يكون بعيدا أو في منأى عن هذه المؤامرات. فعمل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إمداد الجيش بالأسلحة المتطورة المتنوعة شرقية وغربية، طائرات الرافال التي تقطع المسافات حتى تتم إنجاز العمل القوات المسلحة، حاملات الطائرات، الزوارق، غواصات من ألمانيا، كثير من هذه النوعيات التي تحمي مصر وتجعلها قادرة على ردع أي عدوان قادم. هو بالفعل أنور بيه يعني فخامة السيد رئيس الجمهورية في عصره، كما نطلقون نحن الآن مصر الجديدة، مصر الحديث، يعني هو صدق كتاب الله كما أشرت حضرتك في المقال بتاعك في بداية الكلام، دخول مصر إن شاء الله آمنين كما كنت تقصد. وكذلك برضو الجيش خد دعم كامل من جميع أنواع الأسلحة اللي نحن كنا نفتقدها في العهود السابقة، وأصبح الآن كما قال الرئيس السادات لدينا درع وسيف. هذه أمور متعددة، نعم، لكن لم يهمل الجانب الاجتماعي، نعم، فعمل تكافل وكرامة بالضبط، والحد الأدنى للمعاشات، نعم، ثم قضى على الفيروس سي مشكلة المشاكل التي مصر صحيح. تعد من الدول المتقدمة في هذا المجال، بل أن الدول الغربية والشرقية تأخذ تجربة مصر وتطبقها لديها. تجربة 100 مليون صحة يا فندم. نعم. إضافة إلى 100 مليون صحة، نعم. إضافة إلى الكشف الدوري على تلاميذ المدارس على مستوى الجمهورية بحالها صحيح. وعدد تلاميذ المدارس يتعدى على 22 مليون صحيح. تلميذ وتلميذة. هذه أمور ليست يعني عادية، وإنما هي عبارة عن يعني نقاط نلقي عليها الضوء، وإنما إذا تحدثنا عنها فتحتاج إلى كثير من الأوقات وكثير من الفحص والدراسة حتى نستوعب ما تم لمصر. وسوف يرى الشعب المصري في القريب إن شاء الله ثمار هذا العمل إلى مصر الرقاء، إلى مصر التقدم، إلى مصر الراقية التي تضارع الأمم المتقدمة في هذا العالم. نعم والله، هو زي ما سعادتك أشرت ذاتي كله جاء بناء على مجهود ومجهود ضخم جدا قام به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما ما كنا في ثورة وكنا في أمور صعبة جدا، ودخلنا نحن كنا الاقتصاد بتاعنا يكاد يكون محدود للغاية. فدلوقتي طبعا يعني بمجلس الرئيس وبالشرفاء من أهل مصر دخلنا دلوقتي حاليا بالضبط مصر الجديدة، نظرا لارتباطكم بالتربية كمكون أساسي في المجتمع. هل لكم من جهود في هذا المجال الخدمي؟ المجال الخدمي هو عبارة
عن روح المجتمع التي تستطيع أن تغير إلى الأفضل وإلى الأحسن. حينما فكرت عام 2014 أن أبدأ هذا العمل، نظرت من حولي فوجدت أن قريتي تحتاج إلى معهد أزهري. هذا المعهد يعوق تنفيذه المال، المكان موجود لكن المال غير متوفر، فلجأت إلى دولة الكويت على أن تقوم بتأسيس وتنفيذ هذا المعهد. وفعلا بذلنا جهود غير عادية ومستمرة ومتتابعة حتى تم إنجاز المعهد الموجود حاليا في قرية الصياد. ثم حينما تم المعهد نظرت إلى شيء آخر، وهو مسجد القرية التي نعيش فيها، مسجد تقارب إلى نوع من التصدع بحيث لا يستطيع المصلون أن يصلوا فيه. فالتقيت مع السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية معالي الأستاذ محمد الجبري وشرحت له، فكان الرجل متعاونا وأحالني إلى الأمانة العامة للأوقاف لسعادة الأستاذ محمد الجلاهمة الذي وافق على بناء المسجد وتم افتتاحه في عيد الأضحى الماضي. هذا في جانب. أما الجوانب الأخرى فكانت موجودة في مصر، فقد تقدمت في عام 2014 إلى معالي الوزير عبد الحميد الهجان محافظ قنا بطلب بإنشاء مدرسة للصياد مجاورة للمعهد الأزهري، وبناء عليه وافق معالي المحافظ على إنشاء هذه المدرسة. وقد وجدت فرصة طيبة أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أهدت مصر 100 مدرسة، فطالبت بأن تكون هذه المدرسة إحدى المدارس التي أهدتها دولة الإمارات إلى مصر. فكتبت خطابا إلى معالي الدكتور محمد محمود أبو النصر، كان وزيرا للتربية والتعليم آنذاك، فوجدت هذا الخطاب في هيئة المباني المدرسية بقنا مؤشر عليه يتم الرد خلال أسبوع واحد. فطبعا هذا أثار إعجابي بالوزير واهتمامه بمشاكل الجماهير. هذا نوع من أنواع الاستجابة ومحاولة تنفيذ ما يصبو إليه أهالي القرى وأهالي النجوع وأهالي المدن من حكومته. ده اهتمام يعني الدولة برضو بالصعيد ملحوظ، وهو يعني برضو على قدم وثاق. أنا سأتكلم بصفة عامة، وحينما أجد فرصة أظهر هذا الدور الذي لعبه السادة المسؤولين التنفيذيين، نعم، سأشرحه بالتفصيل لأن هذا حقهم. نعم، حقهم، أبدوا استعداد كبير. وهذه المدرسة حالت بعض الظروف أن حاول بعض الناس أن يستولوا عليها، على هذه الأرض، فاتصلت بجناب معالي المحافظ وتم إزالة التعديات وأقيمت المدرسة حاليا 5 أدوار 17 فصلا. نعم. ثم اتجهت إلى شيء آخر، وهو وجود مركز شباب لقرية الصياد. تقدمت بطلبي إلى السيد الدكتور خالد عبد العزيز الوزير السابق للشباب والرياضة، وتم الموافقة على ميزانية مركز شباب قرية الصياد. وبالفعل تم إرسال الميزانية إلى مديرية الشباب بقنا، وتابعت الموضوع إلا أن الموضوع تأخر. ما سبب التأخير؟
أن قرار رئيس الوزراء الخاص بهذا المركز سمي مركز شباب الرحمنية. نعم. فهذا القرار احتاج إلى تعديل من مجلس الوزراء، هذا هو السبب في أن يتأخر التنفيذ، لكن ميزانية مركز الشباب وجدت من أول خطاب أرسلته إلى الدكتور خالد عبد العزيز. نعم. هذا نوع من المساعدة، وهذا نوع من استجابة رغبات الجماهير ومتطلباتها، لكن متطلبات الجماهير كثيرة ومتعددة. مرشح قرى شرق النيل لقرى الرحمنية قبلي والقصر والصياد والغنوية، تقدمت بطلبي لمعالي المحافظ في 2014 بهذا الشأن، ووردت إلي موافقة رسمية من السيد المحافظ أنه رفع الطلب إلى جهة الاختصاص إلى القاهرة. تابعت هذا الموضوع مع اللواء سيد العشري مدير عام هيئة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حتى توصلت إلى المهندسين المختصين القادمين للمعاينة لهذا المشروع، وفعلا جاءت الموافقة وجاءت اللجنة وزارت الموقع وحددت كل الأمور العلمية المناسبة لهذا الأمر. إلا أننا وجدنا حجر عصرة وقف أمامنا، وهو المأخذ الخاص بالمرشح. هذا المأخذ يعني جاءت هيئة البيئة بمحافظة قنا ومرت على المأخذ ورفضت أن يكون هذا مأخذا لمرشح جديد، فأصبحنا في حيرة من الأمر. التجأت إلى عديد من المسؤولين، منهم وزراء الهجرة والإسكان وعديد من المسؤولين الآخرين حتى من خارج الوزارات، لكن كل المحاولات باءت بالفشل. إلا أن هذا الأمر، وأقولها بصراحة وكاملة الوضوح، أن هذا الأمر يرجع الفضل كله بعد الله سبحانه وتعالى إلى السيد الوزير عبد الحميد الهجان، الرجل الذي لا يمل ولا يكل من مطالب الجماهير. هذا عن واقع حال، أقوله صدقا وليس كلاما مزيفا وإنما واقع حال، حتى تم بمعرفته الموافقة على المرشح، والمرشح حاليا في حيز التنفيذ بعد 20 يوم من الآن أو 25 يوم سوف يتم التنفيذ الفعلي للمرشح، وبالتالي تنتهي مشكلة مياه الشرب التي توجد فيها 4 قرى من قرى نجع حماد. لكن هناك أمر الحقيقة وجدت خطاب من السيد أحمد مختار عثمان النائب المحترم السابق يتقدم به إلى معالي الوزير عبد الحميد الهجان بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى قرى أبو مناع، مجلس قروي أبو مناع. فكعادتي أنا أحاول قدر الاستطاعة أن أطالب كما يطالب الناس بقراهم، فطالبت بتوصيل الغاز الطبيعي إلى 4 قرى شرق النيل. فلم يبخل معالي المحافظ وزير عبد الحميد الهجان إلى إحالة طلبي إلى جهة الاختصاص التي وافقت مشروطة، حال توصيل مياه الشرب والصرف الصحي سيتم توصيل الغاز الطبيعي إلى 4 قرى. فكان لزاما علي أن أتحرك في مجال الصرف الصحي، فخاطبت وزارة الإسكان حتى يتم تنفيذ الصرف الصحي بالقرب من المرشح حتى يتم توصيل الغاز الطبيعي التي وعدونا بها المسؤولين. وفعلا جاءت لجنة من وزارة الإسكان بالقاهرة
وتمت معاينة الموقع، وحاليا نتابع الموضوع حتى يتم تنفيذ الصرف الصحي لأربعة قرى من قرى شرق النيل. كل الشكر والتقدير لجميع المسؤولين التنفيذيين، وأخص بالذكر معالي الوزير عبد الحميد الهجان، الرجل المحترم الذي يبذل جهده بكل سخاء لكل الناس، لكل من يطرق بابه، بس في حدود الإمكانيات، لا نطلب المستحيل. المسؤول محدود برضه لإمكانيات، لا يستطيع أن ينفذ إلا الحدود المتاحة لديه. لا، اطلب المتاح عشان يتم التنفيذ. فأنا الحقيقة عن تجربة وعن قرب، هذا الرجل له كل الشكر وكل التقدير من كل أبناء محافظة بيدا. ولا يفوتني إلا أن أذكر بالتقدير والإعزاز وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقنا، أيضا التقيت به هذه الإجازة، وكذلك الأستاذ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، وكذلك وكيل وزارة الأوقاف بقنا. كل المسؤولين الذين التقيت بهم جميعا كانوا على قدر المسؤولية ويتمنون أي تنفيذ أي أمر متاح لديهم، وإحقاقا للحق وإثباتا لجهود دائبة عهدناها، يسرني ويسعدني أن أشكر السيد رمضان علي محمد رئيس المجلس القروي الذي لا يألو جهدا في تنفيذ مطالب الجماهير، وعهدته في ذلك حال وصول لجنة الصرف الصحي التي جاءت إلى مجلس القروي، فبذل جهدا كبيرا يشكر عليه ويقدر عليه، بإضافة إلى ما يقوم به في القرى الأربعة التي تتبع المجلس من جهود دائبة، فله كل الشكر وكل التقدير. فكل الشكر للجهات الجهاز التنفيذي بالدولة، وكل التقدير لرئيس الجمهورية على متابعته كل صغيرة وكبيرة في هذا الوطن العزيز. وعاشت مصر حرة بأبنائها وشعبها وأرضها وسمائها، محفوظة بحفظ الله وعنايته. في نهاية هذا اللقاء الممتع الشيق، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر، شكرا لك يا أنور بيه على هذا الحوار الجميل الشيق، أشكرك يا فندم. الحقيقة قدات صحة والجمال، هذه نوع من الرسالة الإعلامية الواجبة التي يجب أن تعمم في جميع القنوات الفضائية. فأهلنا في كل مكان في مصرنا الغالية يتوقون إلى سماع أخبار تسرهم وتسعدهم. للسادة المشاهدين، أنا بالفعل أشعر بالفخر والاعتزاز أنني اليوم وأحد ضيوفي الأعزاء رجل على ما عهدت فيه وما تواتر إلي من أهل بلدته. يكفي أنه هو ما يجيب الخدمة من خارج مصر، سواء من دولة الكويت أو أحد الدول العربية الأشقاء. فتحية حب وتقدير وإجلال لكم يا أنور بيه. الله يبارك فيك. ودام الله ولكم الصحة. ووعد منا قدام السادة المشاهدين أن أنا قلت لحضرتك قبل ما نسجل، لدينا مسجد في البلد عندنا في نجعب قادر، إحلال وتجديد نجعب قادر الشرقي، بأيدي كويتية أيدي أيا كان، أنا أثق أن حضرتك برضو إن شاء الله مش هتضيع هذا الجهد، ده هعتبره منك وعد على الهوى. لا، هو أولى لك فأولى الأول سد البيت الأول. البيت شكرا أولى. شكرا يا فندم. إن شاء الله. شكرا أنور بيه. شكرا. الله يبارك فيك. إن شاء الله. شكرا. أعزائي المشاهدين، سعدت بكم وأتمنى أن أكون قد قمت بإسعادكم بما قدمنا في هذا الموضوع وهذا اللقاء الشيق الممتع، على أمل أن نلقاكم بمشيئة الله وأمله الجمعة القادمة على نفس المكان، الصحة والجمال في نفس الموعد، على أمل أن نلقاكم بمشيئة الله وأمله معنا ومعكم ومع النجم.